نضاليه والو ما فاكينش حتى ونحق ورحنا ما غادي نمشيو مننا حتى تيقولنا هاد النائب الامنه نائب الامنه واخا بقى معنا حنا في البث المباشر لحظات قليله إذن تحية من جديد أجدد أترحب بكل مشاهدينا الكرام أنه هذه الشركة ما تمش يعني أخلت بالاتفاق اللي اتفقت به يعني التوافق يعني أذكر كنت واجد في مدينة بني ملال أذكر شركة أليونز دانا يعني ما وفاتش بالوعود ديالها والاتفاق مع ذوي الحقوق ديال الأراضي السلالية بحي مغيلة بمدينة بني ملال وغادي نشوفوا علاش كيحتجوا اليوم هنا في هذا المكان. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شنو اللي وقع دابا؟ دابا نهار الاثنين مشينا للمحافظه باش نشوفوا اش من حي. اش من حي؟ حي مغيله. المهم سولاليين احنا سولاليين تاع مغيله. مشينا للمحافظه نهار الاثنين لان باش نشوفوا لان عندنا ملكيه تاع ذوي الحقوق غير ذوي الحقوق شديناها سليمه يعني ما فيهاش كاين لان من بين الشروط اللي دارت الشركه مع ذوي الحقوق شركه أليونس دارنا من بين الشروط اللي دارت مع النواب والمملكه الشروط اللي داروا مع السلطه كل شيء دار بان الشرط الفاسخ لان انت تتفسخ داك الشرط الا ما تسلمناش حنا كذوي الحقوق حنا الاولين كتبقى الارض مرهونه 359 هكتار كتبقى مرهونه لذوي الحقوق حتى يتسلموا ذوي الحقوق وهذاك الشرط ملي جينا حنا نشوفوا الملكيه تاع غير ذوي الحقوق اللي شادين في واحد الشطر اللي تسلم والشطر تسلم شطر تباع الشركه خلت بالشرط باعت لغير ذوي الحقوق وسلمت لهم وساكنين ودايرين مشاريع انتوما ما تسلمتوش احنا ما تسلمناش احنا ما دائما الشرط هو خاصكم تسلموا انتوما احنا الاولين 1179 بقعة شنو غيسلموكم هاد الناس بقعة 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 ستة البقع في الهكتار اللي جاكم في حق ستة البقع في الهكتار جات 2150 بقعة 2150 بقعة المهم اللي جات لذوي الحقوق حنا هاد 2100 وداروا بالشرط يعني الا تسلم جزئيا الا تسلم جزئي غادي نشدوا المقابل جزئي ويتحيد داك الرهن الاحتياطي الا تسلم كلي غتسلم كلي هذا هو يتسلم هذا الجزء ملي تسلم هذا الجزء ما تسلمناش حنا تسلموا هما الشركه سلمت لذوي الغير ذوي الحقوق سلمتهم الناس اللي باعوا وشراوا معاهم اللي باعوا شراوا معاها اما ذوي الحقوق ما وفاتش بالشرط الشرط الفاسخ ما وفات بيش جيتوا في هذا الوقفه باش كطالبوا بالضبط تنطالبوا يفسروا لنا علاش هذوك دابا هما ملي جينا نشوفوا الملكيه سليمه اذا سليمه كيفاش تحيد الرهن الاحتياطي من ديك الملكيه وحنا ما شادينش فهمتي دابا هنا هذا الرهن الاحتياطي جينا حنا نشوفوا الملكيه تاع غير ذوي الحقوق تاع ذوك الناس اللي ساكنين ما كاينش ذاك الرهن الاحتياطي وذاك الرهن الاحتياطي خصو يتحيد بالتسليم تاع ذوي الحقوق والا تكون في ديك الملكيه تكون الرهن الاحتياطي يعني بالتسليم للجميع ذوي الحقوق غير ذوي الحقوق دابا اذا خص الى هذيك الملكيه باش تكون سليمه خص تكون المقابل ذوي الحقوق المقابل ذوي الحقوق ما كاينش وجينا حنا دابا جينا نهار اثنين جينا عند المحافظ باش نشوفوا يفسر لنا علاش هذيك الملكيه سليمه عطانا واحد الابراء الجزئي الابراء الجزئي صناه ثاني فيه نائب الاملاك المخزنيه لهذا جينا عند نائب الاملاك المخزنيه باش يفسر لنا علاش تجاوز الوثيقه الام اللي فيها
تسليم لذوي الحقوق، خصهم يستافدوا ذوي الحقوق قبل غير ذوي الحقوق. الشركه واش ما تكلمتوش مع اصحاب الشركه يعني الناس الممثلين ديال اليو فدان ما هضرتوش معاهم؟ النواب ما تيتواصلوش، ما تيتواصلوش، خص النواب دروك اللي خصهم يقولوا لنا. النواب ما تيتواصلوش، خصكم تهضروا مع النواب. ما كاينينش منسوخ، يعني دايرين، يعني شتي نقول لك، نقول لك ساره بلاتي، دايرين صفقات، هذا الابراء الجزئي في صفقات، يعني كاين واحد الاستفاده تاع موظفين وتاع نواب وتاع خوانا تاع ذوي الحقوق وتاع يعني النواب اللي تيمثلوكم يصدقوا خوانا. اه النواب خوانا، ونعاود نكررها، خوانا النواب خوانا. شكرا. لا العفو، هاك خويا النواب ما تيتواصلوش معنا كاع، ما حنا ما خلينا فين مشينا. يعني انتم عندكم مشكلتين، المشكل الاولى مع الشركه، مع الشركه ومع النواب، قلت لك مع الشركه، مع النواب، مع سميتو، حنا ما خلينا فين مشينا، في الشتاء في العجاج مشينا الرباط، ما خليناش. هما اللي تيديروا، اللي يقوموا بهذا الدور هذا، هما اللي تيقوموا بهذا الدور هذا، ما تيتواصلوش معنا. حنا تنوبوا على روسنا حنايا، وما مابقاش تينوبوا عنا. شكون تنوبوا على روسك؟ حنا ولينا تنوبوا على راسنا، حنا تنديروا تنحتجوا حنايا كلشي تنديروه، وما مدوزين سميتو تحت طاوله، شادين فلوس، شادين سميتو، ما باينينش هما صفقات، عاطينهم بوقاع ولا شنو، هما ما بقاوش بيبانوا، ما تيبانوش. حنا اللي ولينا هاد الناس هادو كاع كلشي مخلي شغل. دابا المجتمعين كيطالبوا بالتسليم ديالكم. بين حنا حقنا، حنا باقينا باغيين نحوا حقنا. يلتزموا معاكم شركة اليوم صغارنا بالاتفاق. الاتفاق يعطونا حنا حقنا، هادشي اللي باغيين حنا. درنا متابعينا مشاهدينا الكرام، كيف ما كتشوفوا يعني هذا الناس ديال السلاليين ديال المغيلة كيحتجوا في هذا المكان. إلى بث مباشر آخر دائما من مدينة بني ملال أو إحدى نواحيها أو إحدى أقاليمها، مع تحية أخوكم طارق، دائما أسعد الله وأوقاتكم بكل خير، وإلى اللقاء.